مرحبا مختار. اهلا ربيع، اهلا، تفضل ارتاح. شكرا. شو الظاهر بعدك عم تفتش عن سرين يا ربيع؟ ما خليت بيت الا ما دقيت بابه، حتى اني فتشت عليها بالمغاور بالوديان وبالبيوت المهدمه ما كنت لاقيها. يوم اللي سالتني عنها قلت لك انا انه فتشت كثير وكمان انا ما كنت لاقيها. انا خايف يا مختار، انا خايف وعندي قلق وبالي مشغول على البنت. انا مثلك خايف عليها، لكن عندي امل انها رح ترجع. يا ريت يا مختار يا ريت. نسرين تركت البيت مزلولة ومنهارة وكرامتها مجروحة، خايف ما عاد تشوفها بحياتي، خايف. عندي احساس انه ما تركت البيت برضاها ابدا. احساسك بمحله، هي ما تركت البيت برضاها ابدا. كنت عارف. كيف فيك تساعدني؟ لازم نلاقيها باي طريقة، باي ثمن. طمن، رح اعمل جهدي، رح اعمل المستحيل. هذه خدمة العمر، ولا ممكن انسى لك اياها بحياتي. شو ناوي تعمل؟ رح اتصل بكل مخاتير الضيعة القريبة والبعيدة حتى يخبروني اذا حدا من الاهالي شاف بنت غريبة اسمها نسرين. ممنونك يا مختار، غياب نسرين جرح بالقلب. واضح انه هالبنت بتعني لك كثير يا ربيع. كثير قليل يا مختار، يوم اللي حبيتها كان عمرها 4 سنين، كنت يتيمة، لقيت أمي بالحقل وجابتها على البيت. في حليب سخن وفي زبدة ومربى، واللي بحب البيض المقلي كمان موجود. أنا كتير جوعان. الجوعان بغسل وجهه بسرعة حتى ما يجوع أكثر. شو هيدا؟ يلا تحرك، ما بقى تضيع وقت. في شي هون تحت إجري مضايقني. مين نايمة هون؟ ما حدا، هي حبت تنام عندك لأنك صبي شاطر ولطيف. نعم يا مختار، نسرين بتعني لي الطفولة والمراهقة والشباب، لبينا سوا يوم بيوم، شهر بشهر، سنة بسنة. أول مرة بحس إنه نسرين انسلخت عني ومن حياتي. كتير معلق فيها، كأنك بتحبها يا ربيع. أنت مزوج، شو نوع الحب؟ الحب الطاهر الصادق الشريف الصافي من دون أي دنس يا مختار. يلي قالكن هيك بالعدل صحيح، أنا كمحامي بقدر أخلص كل المعاملات. هيدا بعد التوكيل يلي معك من رانيا والتوكيل من خي ربيع. طبعا نحن مستعدين نعمل أي شيء بتطلبه منا، شرط إنه القصة ما تاخد كتير وقت لأنه نحن كتير مستعجلين. المعاملات بدها 15 يوم، على شو مستعجلين؟ رانيا بدها تبيع الأرض. هالأرض طيبة وترابها من قيمة الذهب، حرام رانيا تبيعها. مانا بحاجة لها. يمكن أنتم منكم بحاجة لها، لكن هالأرض عم تطعميكم وتطعمي ميات الناس من خيراتها. هيدا عدا عن الفلاحين اللي عم يشتغلوا فيها والمقاولين وشغيلة الشحن وعمال الأبان ومحلات الخضرة والفواكه والحبوب. ما تعملوا هالغلطة وتبيعوها. رجع احكي مع رانيا، بلكي بتغير رأيها. رانيا منا مسؤولة عن كل هالناس اللي ذكرتهم، الهموم اللي عنا بتكفينا. إذا بعتوا الأرض همومكم رح تزيد أكتر. بدك ما تأخذني يا أستاذ، بس نحنا جايين لهون لحتى حضرتك تخلص لي عن المعاملات، يعني مش لحتى ناخد هالقد نصايح. أنا عطيت رأيي وكل واحد حر برأيه بتصرفاته. شرفوا اللي عندي بكرة مع ربيع حتى نعمل التوكيل. رح جيب معي كل المستندات. المستندات مع هويتك وهوية رانيا وهوية ربيع. أكيد. شكراً أستاذ. أهلا وسهلا. شكراً أستاذ. يا هلا. شو
أغبية أغبية.